بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعينا على قناة Metallurgical Discussions، رجعنا لكم تاني وكورس قوي جدا، كورس يهم كل الناس اللي شغالة في مجال البايبنج، سواء شغالين في مجال أويل أند جاز أو في الباور بلانتس، كل المهتم بالويلدنج والإنسبكشن إن شاء الله يستفيد من الكورس ده، كورس Pipe Drafting and Design. ان شاء الله في الكورس ده هنتعرف على حاجات أساسية خاصة بالبايبنج والبايبنج فيتنج. الكونتنتس بتاعتنا هنا شابتر 1 هنتكلم عن اوفر فيو عن البايب درافتنج اند ديزاين، شابتر 2 هنتكلم عن الستيل بايب، شابتر 3 البايب فيتنج، شابتر 4 الفلانج بيزكس انواع الفلانشات ايه والريت بتاعها، شابتر 5 هنتكلم عن الفالفز تايبز اوف فالفز وي كومن فالف تايبز وي فالف اوبريشنز، شابتر 6 هنتكلم عن ميكانيكال ايكويبمنت تايبز اوف ايكويبمنت وي كومن ان يوز وي كومن تيرمينولوجي والفندور داتا دروينجز وكل ما يخص الايكويبمنت، شابتر 7 كان فلويد ديجرامز اند انسترومنتيشنز البي ام اي دي تعريفه ايه وازاي نقرا البي ام اي دي، شابتر 8 الكودز والسبيسيفيكيشنز والستاندرد، شابتر 9 هنتكلم عن الايكويبمنت لاي اوت، شابتر 10 هنتكلم عن بايبنج ارينجنج درونز، شابتر 11 ستاندرد بايبنج ديتيلز، شابتر 12 بايبنج سيستمز، شابتر 13 بايبنج ايزومتريكس. كنا عملنا فيديو قبل كده ازاي نقرا الايزومتريكس، الناس اللي حابب يرجع له كنا نزلنا فيديوهين عن قراءه الايزومتريكس على القناه. شابتر 14 كان كاستمايزنج اوتوكاد، شابتر 15 3 دايمنشن موديلنج اوف بايبنج سيستم. في البدايه شابتر 1 طبعا بيديني اوفر فيو عن البايب درافتنج اند ديزاين، تمام؟ بيقول لي ان في الديزاين اوف اندستريال فاسيليتي انجينيرز ديفلوب بروسيس فلو شيتس سيت اب بروجكت سبيسيفيكيشنز اند ديزاين اور سيلكت اكويبمنت، تمام؟ بدايه المشروع بيجي الانجينيرز بيجهز البروسيس فلو شيتس ويسيت اب للسبيسيفيكيشنز بتاعه المشروع والديزاين للاكويبمنت اللي انا هستخدمها في المشروع عندي، تمام؟ حسب المشروع اللي انا شغله ايه. Design drafters use the information supplied by the engineers and equipment vendors. بياخد الداتا من الايكويبمنت فيندرز، الفيندرز اللي بيصنع الايكويبمنت دي بياخد منه الداتا على اساسها بيقدر يشتغل، and apply the knowledge and experience gained in the office and field. Experience اللي اخدها من الاوفيس والفيلد عشان يبدا يعمل ديزاين ولي اوت للفاسيلتي او البلانت اللي انا هشتغلها، سواء انا اويل اند جاز او سواء باور بلانتس، تمام؟ انواع البروجكتس زي ما قلنا، يا اما باور بلانتس يا بتروكيميكال يا بيبر بلانتس يا اما فيرتيلايزر بلانتس يا اما فود اند فود بلانتس يا اما اوفشور بلاتفورمز او بايب لاين انستليشنز او ووتر تريتمنتس او انفيرمنتال ويست ديسبوزل في مشاريع مختلفه، تمام؟ احنا طبعا هنتكلم عن الحاجات الاساسية والمهمة، مش هنقول كل حاجة، الحاجات اللي احنا هنستفيد بيها في شغلنا ك welding engineer او welding inspectors، تمام؟ و piping engineer. احنا كنا نزلنا على القناة فيديوهات قبل كده، طبعا ده الستيل بايب مش هنتكلم عنه، ان شاء الله هنزل لكم اللينك اول كومنت باذن الله مع الفيديو ده، لينك الفيديوهات اللي كنت نزلتها بخصوص البايبنج والستيل بايب وطريقه تصنيع البايب للمانيفاكتشر ميثود والبايبنج ماتيريال، عشان نستفيد بس بالوقت والمعلومات اللي احنا عايزين نستفيد بيها في الكورس ده. والسايزنج والبايب برضو كنا اتكلمنا عنه، والنومينال بايب سايز وكل نومينال بايب سايز سكادول، كل سكادول بتبقى في تكنس معين تبقى للمواصفة بتاعتنا، تمام؟ كل ده وضحناه في فيديو قبل كده. طبعا هنبدأ من هنا عشان ما كناش اتكلمنا عن الموضوع ده، اللي هو الميثودز اوف جوينينج.
الميثودز اوف جوينينج بايب. احنا عندنا طبعا في 3 كومن ميثودز جوينينج بايب، في بات ويلد، في سكرود، وفي سوكت ويلد. تمام، اول حاجه نتكلم عنها البات ويلد كونكشن. زي ما شايفين في الفيجرز ده البات ويلد بيبقى تو بايبس، النهايه بتاعتها تبقى البيفل ان مجمعين مع بعض، بيسمى بات ويلد. في سوكت ويلد وفي سكرود ويلد او ثريدد. بات ويلد بيقول لي الويلدنج بيفل اندز اوف بايب توجذر. بيفل اند بيبقى بي اي اختصارها، انديكيت ذات ذا اندز اوف ذا بايب ارنت كات سكوير بات رادر ار كات اور جراوند تو هاف ا تيبرد ايدج. بتبقى تيبرد ايه؟ ايدج يوين مسافه بين التو بيسز اوف بايب تسمى الروت جاب اس بير دبليو اس اللي هي الويلدنج بروسيدر سبيسيفيكيشنز. وهنا في الفيجر ده شايفين البيفل اند هو 30 درجه بين التو بايبس، في المسافه بينهم اسمها روت جاب. نجمع ونجمع وبنبدا نلحمها وتسمى النهايه بتاعتنا اسمها بات ويل ان. تمام، الطريقه الثانيه او الجوينتس الثانيه، طيب الجوينتس اللي هي سكروت اور ثريدد كونكشنز اختصارها تي اي، يقول بيستخدم في الاقطار 3 بوصه في النمبر بايب سايز 3 انش اند سمولر. ثريدد كونكشنز ار جنرالي ريفيرد لايه؟ ريفير للسكروت بايب. تمام، السكروت بايب اند اتس ميتنج فيتنجز ويل have threads that are either male or female. The male threads دي بتبقى cut into the outside of the pipe of fit or fitting while female cut into the inside. The female بتبقى cut في داخل ال fitting. تمام، يقول لي the screw pipe and fittings are assembled. A short length of pipe is drawn into the fitting. بتبقى drawn تتسحب جوه ال fitting. كونكشن ده كونكشن لينس، المسافه دي تسمى ثريد انجيجمنت. زي ما شايفين في الصوره هنا ادي السكرو، المسافه اللي هي الانسيرت دي اسمها ثريد انجيجمنت. ودي تبقى بير اي بي اي ثريد انجيجمنت لكل نومينال بايب سايز عندي، هو ليكن البوصه 1 انش عندي الثريد انجيجمنت 11 16 بمعادل 18 مللي. تمام، بالنسبه بقى للسوكت ويلد كونكشنز، السوكت ويلد كونكشن ده الطريقه الثالثه بتاعتنا. بيقول لي وين اسمبلينج بايب with socket weld fitting the pipe is inserted into the fitting before welding unlike a butt weld connection. بخلاف ال butt weld connection that have the pipe and fittings placed end to end. زي ما قلنا في ال butt weld تكون نهاية ال pipe end to end تكون beveled، هنا لا، في socket weld تكون ان ال pipe inserted داخل جوه ال fitting قبل عملية اللحام. وبيقول لي نقطة تانية هنا ان تيبل 2 3 بيوضح لي socket depths for pipe size خلال ال 3 بوصة in diameter. تمام، فين تيبل 2 3؟ هنبص على تيبل 2 3 هنا اهو، مديني سوكت ويل المسافه اللي هي الانسيرت دي اسمها سوكت ديبس اهو. بيقول لي فورجد ستيل سوكت ويل فيتنجز لكل سايز اهو لغايه من نص بوصه ل 3 بوصه. زي ما احنا قلنا في الاقطار الصغيره ثريد او السوكت بتبقى اقطار 3 بوصه فما اقل، وليكن عندي 3 بوصه هنا السوكت ديبس عندي 1 3 8 بمعادل 35 ملم. تمام، بيقول لي ان هنا بيسيب مسافه الجاب دي عشان موضوع الثيرمال اكسبانشن او يسمح للهيت اكسبانشن دورينج ذا ويلدنج بروسيدر. تمام، ده بالنسبه للسوكت ويلد اند. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. استنوني فيديو جديد ان شاء الله نتكلم فيه عن شابتر 3 اللي هو بيتكلم عن الفيتنجز. تمام، بانواعها واستخداماتها ايه وازاي السيمبل بتاع الايزومتريك بيبقى شكله ايه. تمام، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. واتمنى اكون قدمت معلومه مفيده والناس استفادت. شكرا.